أخبار اليوم. في البداية أنا أحب طبعا يعني أقدم بالشكر للأستاذ مصطفى الأحول رئيس مجلس الأعمال المصري الشرق أفريقي. الحقيقة اللي هو كان يعني دائما يعني كما عودنا دائما خد المبادرة في إقامة هذا المنتدى الاستثمار المصري السوداني. ومش غريب على مصطفى بيه وعلى المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، كانت دائما جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال الشرق أفريقي يعني بياخدوا المبادرة والمبادئة في التعاون الأفريقي بشكل عام والتعاون مع السودان بشكل خاص. برحب بسعادة السفير رشاد الطيب القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان بالقاهرة وانضم لينا. والحقيقة يعني جاءت فكرة المنتدى هو كأحد الأنشطة اللي بيقوم بها مجلس الأعمال الشرق أفريقي في الترويج للاستثمار في دائما نكون نقول احنا اقصد احنا والسودان ما اعتبرش نفسنا بعاد عن بعض. دائما يعني يكون عندنا نطق، يعني عندنا نطق، يعني نزاهة العلاقات السياسية لا تسوء العلاقات الاقتصادية. إذا كان عندنا هذا النطق ستتحسن التجارة، ستتحسن الاستثمار، وسنتعامل مع بعض تعامل الدول الناضجة. أنا بضرب مثل واضح جدا في الفترة الأخيرة، كلنا نعرف أن علاقة مصر بتركيا ساءت إلى الحضيض، ولكن في مصر شركات تركية تعمل وبتشغل عندها 51 ألف عامل مصري ولم تتأثر، لأننا تعلمنا الدرس وتعلمنا أن السياسة شيء. السياسة النهاردة بنحب بعض، بكرة في مشاكل، أحد الرؤساء مش عاجبه شكل الرئيس التاني فكروا بتأنصح عليه، فنحن لسه في هذه الدرجة من التعامل، لكن هذا يجب ألا يؤثر بتاتا على العلاقات الاستثمارية والاقتصادية. أقول هذا الكلام حتى ينطبق علينا أولا، وبعطيه إلى إخوتي في السودان حتى إذا اقتنعوا به أن يرعوه. ثانيا، مصر والسودان يرتبطان بارتباط تاريخي منذ آلاف السنين أو عشرات آلاف السنين. أنا كنت مرة في أوغندا بقابل رئيس الجمهورية، فقال لي أن أوغندا ومصر كانوا بلد واحد زمان. طبعا ده كان ذلك الحقيقي، والسودان جزء من هذا البلد. وأثبت وجهة نظره أن الطور الأوغندي هو المرسوم على معابدنا، معابد قدماء المسلمين في مصر. يمكن هي معروفة، لكن احنا الآن بنتكلم على نقلة جديدة في تطوير العلاقة، العلاقة الاقتصادية كبيرة. السودان وضعنا الآن بعد انفصال جنوب السودان، أعيدنا صياغة البرنامج الاقتصادي بعد ما كنا نعتمد على البترول حوالي 82% من حجم صادراتنا كانت من النفط، طبعاً ركزنا عليها بصورة كبيرة جدا بعد الانفصال، ومعظم النفط يعني كان في نصيب جنوب السودان. قلت لا بد من إعادة صياغة البرنامج الاقتصادي، فركزنا فيه على الاستثمار يكون بصفة يعني أساسية، بالتركيز إنه عندنا فرص كبيرة جدا، مزايا طبيعية وتاريخيا، يعني هناك تجارب هنا وهناك وتجارب قانونية وتجارب تسويقية في مجال الاستثمار. لكن الآن نقول الرؤية الآن الجديدة إنه ما نحن حزمة كبيرة من الإعفاءات والمزايا، ما نحن خصوصية للاستثمار وتشجيع له بصورة كبيرة جدا. أبرزنا البنيات الأساسية اللي هي مربوطة بال يعني لها أولوية، البنيات الأساسية اللي تقدمها الدولة في مجال الخدمات الكهرباء وطرق الاستثمار موجهة نحو مشاريع استثمارية ليكون هو الوعاء الأساسي للناقلين الاستثمار. الاستثمارات المصرية يمكن يعني رغم لا بأس بها هي تأتي بترتيبا يعني بس متقدما من حجم الاستثمارات. الاستثمار الـ FDI الفرن الأجنبي المباشر في السودان حوالي 42.8 مليار دولار. الصين عندها الرقم الأكبر في السودان وفي مجال النفط بالتحديد، عندنا استثمارات في مجال المعادن، المملكة العربية السعودية في مجال الزراعة، الإمارات العربية المتحدة، وقد كذلك استثمارات من دول عديدة يعني موجودة. لكن بنتكلم عن إنه نحن الآن بنفتح السودان برؤية جديدة للاستفادة من المزايا، لأن الدول الطبيعي والعلاقات الجيدة لابد أن تنتقل للاستفادة من المزايا الموجودة في كل بلد. عشان كده في اهتمامنا كبير جدا بحكم العلاقة الوطيدة يعني بين مصر والسودان. أنا اليوم أتيت لهذه الفعالية كبرنامج رئيس، وأمس كان عندنا جلسة في نفس الإطار في لقاء مختلف في قضية الاستثمار.
وفي نفس الوقت محاضرة معي وزير التجارة السوداني لافتتاح برضه لتدشين برنامج تصدير السرب الحيواني من السودان في اتفاقية كبيرة جدا لتوفير اللحوم، واللي هي واحدة من الأشياء اللي عندنا فيها ميزة نسبية، ولابد أن تتكامل الأدوار بينه وبين مصر. فريقنا برضه حنديكم معلومات عنها تفصيلية الآن. وزير التجارة في أبو سنبل اليوم في موضوع السرب الحيواني الاتفاقية توفير اللحوم، وده برنامج متزايد يستمر إلى سنوات بنسبة تصاعدية كبيرة جدا.